مساكم الله بالخير. من جميل ما قرأت، هذا بروفيسور ياباني كتب بحث عن صحة الإنسان، بحث في غاية الجمال والدهشة. يقول الحموضة أو حنا ما نسميه بالحرقان مو سببها الأكل الخاطئ، يقول إنما السبب زيادة القلق. ويقول ارتفاع الضغط ليس سببه الإفراط أو الاكثار من تناول الملح، إنما السبب عدم ضبط المشاعر والعواطف. ويقول الكسل والخمول وعدم الحركة من أهم مسببات الكوليسترول، زيادة الكوليسترول في الجسم وليس أكل الدهون. والأزمة الصدرية والذبحة الصدرية لا تحدث بسبب اختلال توزيع كمية الأكسجين، بل بسبب الحزن الشديد. ويقول مرض السكري سببه الأنانية وصلابة الرأي وليس زيادة نسبة الجلوكوز في الجسم. وداء الكبد من مسبباته الإحباط وكسر الخاطر وليس اختلال النفس وعدم الانتظام في النوم. أمراض القلب وتصلب الشرايين يقول ليس بسبب الانسداد أو قلة تدفق الدم، بل بسبب الابتعاد عن الهدوء وسلامة الصدر. ولخص البروفيسور يقول أن نسب أسباب أمراض الإنسان كالتالي: 50% أسباب روحية، و 25% أسباب نفسية، و 15% أسباب اجتماعية، 10% فقط يقول أسباب عضوية. لذلك أخي المبارك، إذا أردت أن تحيا حياة صحية سليمة وآمنة، راقب عقلك وتجنب العلل الآتية اللي هي الحسد والضغائن والكره والغضب والأنانية والتعنت والتهور والحزن والكسل. وأيضا أخي المبارك، لا تشمت بأحد ولا تحتقر أحد ولا تتكبر على أحد. سامح واعفو واصفح واغفر الزلات، ودمتم سالمين.